رجعنا بقى لحروف الجر البروبوزيسيون. طبعا فيرب اليه بيجي بعده حرف الجر بيحصل له ادغام مع المذكر والا مع المؤنث الا بصرف مع المبدوء بحرف متحرك مع الجامع بنوعين. اليه معاها فيرب شيء امتى؟ اما يجي بعدها عاقل او ضمير توكيد. طبعا جي دو اليه او سوبر مارشي. ما مير فا الا بلونجيري. ما مير فا شي لو بلونجي. فيرب باسي بيجي بعده حرف جر شي معاه عاقل او ضمير توكيد. فيرب الجر هيجي بعده باسي قصدي هيجي بعده بار بعدها مكان. طبعا وانا عارف كويس ان باسي بار بيجي بعدها محدد، يعني با من ضمن الحاجات اللي بيجي بعدها محدد. جي باس شي لو باتيسيير وناتيلي باس بار لا ليبراري. حروف الجر اون بيجي بعدها اسم دولة مفرد مؤنث واسم دولة مذكر بس مبدوع بحرف متحرك واسماء القارات، وبيجي معاها شهور السنة وفصول السنة ما عدا الربيع والسنوات. بس اخد بالي ان هي معناها في، خلي بالكم، لان فصول السنة لو جه بعدها فعل مباشرة او جه قبلها فعل من افعال الميول تاخد اداة معرفة او تاخد محددات. يعني هنا مكتوب لنا تيري بيل او برنتون، الطبيعة جميلة في الربيع، الفي شو اون تي، الفي فروا اون فرانس، جي في اليغ اون اوروغواي، لا فرانس سي تروف ان اوروبا، جي سوي ني اون سبتمبر، مون كوبا ني اون دوميلدو. لوصف الملابس واخد بالي من الحته دي كويس قوي لان بنسال فيها كتير، بستخدم النقاشات الموتيف وحرف الجر بعده جامع، لكن هنا لا يتغير. ارايور كارو ابوا امون شكابوش اتالون لاسي. طبعا حرف الجر اون بيسبق الالوان والمواد الخام، ولو جه قبل الالوان يبقى اللون لا يتغير واللون دايما مذكر. ان كوتون ان تويل ان كوتون ان تويل ان ارجون ان سوا ان فيلور ان كوير ان لي ان اور ان فير الى اخره. صفات اللون بتتغير حسب الموصوف ما عدا مع الالوان المركبه او المسبوقه بحرف الجر اون ولو قبلها سي كمان. طبعا صفات الالوان كلمه مارون كلمه اورانج دي لا تجمع ولا تؤنث، وطبعا احنا فاكرين كنا بنقول دايما مارون اورانج سوبر. طبعا اني فيغ لي مونتان سون اون، لو لقيت اون خد صفه مفرد مذكر. اني فيغ لي مونتان سون، هنا طبعا لي مونتان جمع مؤنث هنقول بلونش. لا باج الخاتم بيكون انور من الذهب ماده خام. لا جيب اي اكارو كاروهات يعني. لي روب سون مارون، الفساتين طبعا لما بلاقي مارون اورانج فانا اخدهم على طول. لو لا بير دو شوسير اي نوار، كلمه لا بير دو شوسير اختار دايما مفرد مؤنث. ماري بورت ان روب بلو كلير، طبعا كلمة اللي هي درجات الألوان كلير وفونسي وكلمة مارين وسيال دول درجات من درجات الألوان، فالكده هاخد ايه لون مش هيتغير اللي هو مفرد مذكر. مع وسائل المواصلات خد بالك ان اون و ما يجيش بعدهم محدد. اون و ما بيجيش بعدهم محدد، بس اون هخش جواها حبقى فوقيها. بار ودون، بار ودون ما تنساش دون بيجي بعدهم محدد. طيب خد بالك ان وسائل المواصلات مع بار، بار باتو بار افيون ما بتاخدش محدد، دول استثناء. طبعا في فعل من الافعال الثلاثه دول وبنضيف ليهم فيرب كوندوير يقود كمان، بروندر واتيليزير واتوندر وكوندوير، لا تسبق باداه معرفه بحرف جر لو جه بعدها وسيله مواصلات. ماشي المعنى مش محتاج، مش هقول ايه انا باخد فيه، لا انا باخد السيارة، انا باخد التاكسي. جي في اولوسي ان بيس، الفا او كلوب افيلو، مون فواياج الوكسور بار لو تران، جي مونتير اشوفال. خد بالك ان مونتير هياخد حرف الجر مع شوفال، واي وسيلة مواصلات تانية هياخد دون. ان فيل جوتيليز فواتير، هناخد لا طبعا. بور اليغ او كير جو برون لو تران، نو زالو او لو سي ابيي. وخد بالك ابيي ده اصطلاح طبعا بمعنى سيرا على الاقدام. فينير دايما تاخد دو بعدها وتاخد اون قبلها في ضمائر الايه المفعول، بتاخد دي ودولا ودو الا ابوستروف ودي لو مكان عام.
لو مكان ع فينير هتاخد دي ودو ودو ابوستروف ودي، يبقى مفيش دولا ولا دو الا ابوستروف مع الدول والمدن. ماشي. طبعا دو مع اسم مدينه ما عدا القاهره، كير وفيوم وسينا وافار، دول الاربعه اللي علينا المهمين اللي انا اخد بالي منهم كويس. حرف الجر دو واشكاله، لان ده حرف جر وليست اداه تجزئه، لا يتاثر بالنفي، يبقى مش هتاثر بالنفي مع فيرب ايه فينير ابدا. بيرفيا دو باريس، هاخد دو بس. مون كوبا فا فينير دو فرانس، لي زيليف فيان دو ليسي، بياتوا من المدرسه. لي زادو وادو يعني المراهقين او الشباب، فيان دو لا ليبريري، هنا مكان بقى فاخد دولا عادي. فريد فيان دو كندا، وكندا مذكر. مي بارون فيان دي زيتازوني، الولايات المتحده طبعا جمع. جين فيان با، مش هتتاثر بالنفي وهقول دو الا بوستروف دولا اوبيتال. مونا ني فيان با دي بارك، برضو مش هتتاثر بالنفي عندنا. للتعبير عن الأنشطة، خلاص بقى حفظنا الحتة دي. فيغ زائد دي للمذكر، دولار المؤنث، دولار الأبوستروف المضروب بحرف متحرك، دي للجمع بنوعي، وهي هنا أداة تجزئة. فطالما هي أداة تجزئة، ها هيجي معاها أي نشاط بقى، رياضة وآلة موسيقية، وبتتحول أدوات التجزئة إلى دو أو دو أبوستروف عند النفي ما عدا في وجود فعل من الأفعال الخمسة دول، إيمي وأدوري وبريفيري وديتيستي وفولوار. جوي بيجي معاها او مع المذكر، الا مع المؤنث، واو مع الجمع بنوعيه، ومعناها يلعب، وبتعتمد على الالعاب اللي فيها كرات او فيها عصا، وممكن الالعاب الذهنيه. جوي بتيجي معاها دي ودولا ودو الا ابوستروف، وهنا ما بتتغيرش في النفي، ثابت. ماشي. بمعنى يعزف. حروف الجر ما بتتاثرش طبعا مع فيرب جوي. اما ايمي وبريفيري وادوري وبراتيكي، فبيجي معاهم لو ولا والا ابوستروف وليه، زائد اسم لعبه او اله موسيقيه او اي حاجه. اهو جي جو او تينيس، عشان او خدنا هنا جو. ال هناخد ام طبعا عشان لو باسكي. ايل دي بينج بونج، يبقى هناخد فون. دانيال في، وبعدين دي تينيس. لي كوبان جو، وبعدين بيتونك هناخد الا. برضو جوني في با، جمله عشان منفيه خدنا دو. بينتو بينوا بنوا، هنا نيم با، وبعدين لا ناتاسيون اتيلي جو بيان اند بال. خدوا بالكم من حته صغيره، ان كلمه بيان ده ظرف، ولكن ظرف ما بيحصلش معاها ادغام بغض النظر عن فيرب جوي، فخدوا بالكم من من الظرف ده. جي جو، وبعدين دو لا جيتار. مونا ني جو با دي فيولون. ضمائر التوكيد، ودايما بتيجي قبل الفعل عشان تاكده، او بعد حرف جر ثابت لا يحذف، وبيعتبر حرف الجر ا ثابت مع فيرب ات وفيرب بونسير والافعال ذو الضميرين. موا طبعا مع جي، وتوا مع تي، والوي مع ايل، وال زي ما هي، نو زي ما هي، وضمير ان ضمير التوكيد بتاعه نو، واخد بالي من دي كويس. اما ايلا بيك اس بتبقى او، والا بيك اس ال. داكو، هنا بيقول لي موا في الجملة الأولانية عشان جو، في الجملة الثانية خدنا نو عشان أون، الجملة الثانية خدنا توا عشان تي، خدنا أو عشان إلى فيك إس، سي ما سيغ جي سوغ فيك إل، أنا بخرج معاها، مي بارون سون تباغي، جي بونس أ أو، أنا بفكر فيهم. بيير مالاد، بيير مريض، جو فالير شو لوي. تعالوا ناخد البريزون المضارع، ودي الأفعال الهامة اللي علينا في المنهج، وأنت عشان تحفظ لابد تحفظ فيرب ألي وفيرب اتر وافواغ، دول الثلاثة اللي انت هتحفظهم، اما الباقي اعرف النهايات بس وخلاص، سواء المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، واخد بالي من الجملة. كومبيان، هنا الفعل هنا كلمة لاروب، طبعا في تقديم فعل على فاعل، فهاخد كوت الأولانية. كومبيان روب، وجيب بقى الفعل هنا جمع، خدنا كوت في أو أن تي. صا، صا ده الفاعل بتاع الجملة، بدأت بيه الجملة، وصا بيعادل إل، اخد بالي منه، ماليش دعوة بنو. يبقى هاخد كوت. جيفو، ضميرين ورا بعض زي ما احنا متفقين، او اسم وضمير، يبقى انا هشتغل دايما على الاولاني، يبقى هشتغل على جو، يبقى جيفو زان فيت. اون، هنا بتساوي الضمير ايه اللي يبقى اون دوا، يجب ان نمارس الرياضه. تو لو موند، واحنا عارفين كلمه تو لو موند، وتوت لا كلاس، وتوت لا فامي، كلهم مفرد، بيعاملوا معامله المفرد سواء كان ايل او ال. تعالوا لصيغة الأمر عندنا، طبعا لتوجيه الأمر المفرد بنتصرف الفعل مع ضمير تي، بحذف الأس من أفعال المجموعة الأولى وما يماثلها زي أوفرير وأوفرير، أو فعل ألي.
لتوجيه الامر الجامع بصرف مع فو طبعا وبحذف فو. اما اعمل اقتراح بصرف الفعل مع ضمير نو وده التصريف في المضارع الاول وبعدين حذفنا تيو الاس وتفضل فعل جو نفس العمليه باقي الافعال. طب بصرف الفعل في الامر اما الاقي منادى، منادى اسم بعده فصل او علامه تعجب زي ما اقول علي فا اتا شامبر ومدام بريني لو تران سويفون. بصرف الفعل كمان اما الاقي صفه من صفات الملكيه تبع تي او فو سواء كانت تونتا تي او فوتر فو. بصرف كمان لو لقيت حاجه تدل على تي زي تي او توا وحاجه تدل على فو زي ضمير ايه فو. بصرف كمان عندنا لو الامر موجه لمفرد يبقى مع تي، لو الامر موجه لجامع يبقى مع مين؟ يبقى مع فو. بصرف معانا كمان لو لقيت كلمه سيلتو بلاي يبقى مع تي، اما سيلفو بلاي مع ايه؟ مع فو. لو لقينا الكونديسيونال سي بعدها تي او سي بعدها فو يبقى هصرف مع تي هنا ومع فو في الناحيه الثانيه. اما الاقي عندنا صيغه احترام كلمة مسيو او مدام او امر موجه او طلب موجه لشخص اكبر مني فصرف مع ضمير فو. في حالة الفعل ذو ضميرين هاخد بالي كويس قوي. في حالة الفعل ذو ضميرين عندنا طبعا انا بقول ان انا تي ونو وفو بيجوا قبل الفعل في الامر المثبت، اما توا ونو وفو بعد الفعل في الامر الايه؟ المثبت. يبقى الامر المنفي تي ونو قبل الفعل وفو. في الامر المثبت توا ونو وفو بعد الفعل. تعالوا نشوفوا سيت يا مال لاد، لو انت مريض طبعا فا، مدام هنا طب هاخد فت. طبعا احنا عارفين ان فو بتنتهي بأو زد ما عدا فيرب فت وديت. فت اللي هو يمارس وديت اللي هو يقول. بينتهوا بأو اس. سيت يا روندي فو ليفت وا، الامر المثبت خدنا بعد. الامر مثبت تاخد الضمير بعد، الامر منفي تاخد الضمير قبل. سيلف شو لو الجو حار، مي تون مانتو مونا ني تي برومان باس سواغ، هنا الامر منفي خدنا التي قبل مش بقى. المستقبل القريب احنا مش عاوزين منه الا حاجه صغيره قوي. ايه هي؟ ان احنا نبقوا عارفين الكلمات الداله عليه دوما ودون وبيانتو وبليتارد، وما ننساش طبعا كلمه ابري، وما ننساش اي فتره زمنيه قادمه، ما ننساش كلمه سوسوار. هذا المساء بتكون من الي زائد مصدر الفعل. عند النفي بنفي فعل الي بس. طبعا اذا كان المصدر فعل ذو ضميرين يبقى لابد اغير الضمير سي على حسب الايه؟ الفاعل. عندنا دوما جي في سورتير افيك لي كوبان، او دوم زينير في خلال ساعه جي في مي بروموني او بارك، سوف اتنزه في الحديث. بليتارد جت كلمة بليتارد فيما بعد بحط مستقبل. إل فاليغ لا فوري دوما أون فا نوجير، سوف نسبح على بيسين. بينتو قريبا تي فا تي بروموني، الضمير يتوافق مع الفاعل. جو في دون زينيغ يبقى جو في ميكو شي، أنا سوف أنام في خلال ساعة. الماضي الحديث علاماته اليا زائد فترة زمنية قصيرة، بيتكون من فينير دو زائد مصدر الفعل. واخد بالي كويس ان فينير هنا هصرفها في المضارع ودو ثابته، ممكن تبقى دو ابوستروف لكن لا تضغم ابدا. اذا كان المصدر فعل ذو ضميرين طبيعي انا بغيره في اي حته، وخدت القاعده دي اكتر من مره، لابد السي تتغير على حسب الفاعل. جيفياندو سورتيرا بيك مي كوزان جيفياندو مي ليفي. وهنا فينير معناها توا او حالا او لسه. اليا دي مينيت منذ 10 دقائق. إل فيان دو باسير لاسبيراتير تي فيان دو تي ليفي لو جروب دو دون، مجموعة الشباب. خلي بالكم هنا مجموعة الشباب لو في أولها يبقى مفرد، ها واضحة قوي من أدوات الإيه المعرفة عشان ما تلخبطوش كتير. فيان دو كتير لا فيل نو فينو دو نو بروموني. تعالوا للماضي المركب، الزمن اللي بيزعجنا شوية ده واللي بنحسه إن احنا متلخبطين فيه. هو بيعبر عن حدث انتهى، كلمات داله عليه زي كلمه اليا وكلمه اير وكلمه دوردينير وكلمه باسي. وما انساش طبعا لما اقول سو ماتا ممكن اجوردوي تنفع ماضي، طبعا لابد اخد بالي منها. واحنا خدنا قبل كده كلمه افون، افون معناها قبل، بيتكون من الفعل اتر او افار متصرفين في المضارع، واجيب الاسم المفعول من الفعل الرئيسي في الجمله. طب
طبعا اتر بيجي قبل الافعال ذو الضميرين والافعال ال 14 اللي احنا عارفينهم انتري وسورتير اريفي وبارتير الي وفينير ناترو مورير تومبي وريستي مونتي وديسوندر باسي وريتورني وكل واحده والعكس بتاعها. الفعل افوار بيجي قبل الافعال الثانيه وممكن عندنا ست افعال خدوا بالكم منها انتري وسورتي ادي اول فعلين وبعدهم فيرب مونتي وديسوندر يصعد وينزل وبصي وريتورني الافعال دي لو جه بعدها مفعول مباشر تاخد افوار ما تاخدش ايه مفعول مباشر. طيب ازاي اجيب اسم مفعول بحذف الاو ار واحط اكسون على الاو ازاي اجيب المجموعه الثانيه بحذف الار بس وخلاص واسيبه اي افعال المجموعه الثالثه بقى ديسوندر بتبقى ديسوندي فير بتبقى في طبعا عندنا بوفوار بتبقى بي ريسوفوار يعني يستقبل او يتسلم بتبقى ريسي اوفرير اوفير يفتح اوفرير يعرض او يقدم اوفير مورير مور بروندر بري لير لي ناتر ني فينير فيني كوناتر كوني كوناتر يعني يعرف طبعا بوار يشرب بي متر يضع مي وافوار او وفوار في. لابد اخد بالي من الافعال دي واركز قوي على الافعال ال 14 اسم المفعول منهم ايه عشان ابقى عارف دول اللي هيجي قبلهم اتر. واحنا قلنا ان انا هركز قوي على فيرب باسي وهنقوله دلوقتي مع بعض اسم المفعول المصبوب بالفعل اتر يتبع الفاعل من حيث النوع والعدد اي يضاف له تبعيه لو كان مفرد مذكر ما تضيفش حاجه مفرد مؤنث ضيف له او اسم المفعول اللي هحط له او في الاخر اذا كان الفاعل جمع مذكر حط له اس اما لو جمع مؤنث حط له اس والامثله قدامنا اير ليتالي او كلوب Hier, ils sont allés au cinéma. Hier, elles s'y sont levées trop tard. فعل بصي لو جه بعده حرف جر وخاصة شي وبص شي وبار واحنا لسه واخدين ان بصي بياخد شي وايه وبار هياخد ايه لو ما جاش قبله لو ما جاش بعده لا شي ولا بار خد افوار على طول. الي بصي شي لو بوشي يعني هو ها مرة عند الجزار. الا بصي لو ويكند هي قضت عطلة نهاية الاسبوع الا كومبان. طبعا احنا بنقوله يمر ويقضي بس خليك في الايه في حته انه بعده حرف جر ولا ما فيش بعده حرف جر اقوى شويه. اير امس جي سويزرلي طبعا اير امس جا اي بارتي ده فعل من الافعال 14 لندور دير العام الماضي مونا مونا لابد تاخد تبعيه عشان معاها اتر او ده فيرب الي يبقى خدنا او زياده ما فامي عائلتي اي بارتي واخده تبعيه عشان هنا مؤنث اير امس الانتريني خلي بالك ان انتريني واخده تبعيه بدا فعل ذو ضميرين لو ما كانتش واخده تبعيه كان ده بقى فعل عادي وخدنا افوار. ايل باسيلا طبعا باسي هنا طبعا بعدها مفعول مباشر فهتاخد افوار. اير باسي بعدها شيء احنا قلنا بعدها شيء او بار خد اتر على طول. نو فيني ليكزارسيس دو مات نو زافون بعدها ايه الانتريني خلي بالكم ان انتريني الفعل ذو ضميرين يا جماعه لو جه بعده مفعول مباشر على طول ولم يقع الحدث على الفاعل يبقى ده مش فعل ذو ضميرين يبقى ده فعل عادي هي معناها هنا يدرب الفريق مش يتدرب واحنا خدنا المعنيين يعني احنا واضح قدامنا انه يدرب حاجه ويتدرب حاجه ثانيه. طبعا هنا هاخد فيرب افوار يير امس ايل رونتيني رونتيري يعني عاد وفيرب رونتري من مشتقات انتري يدخل ودي بتاخد اتر طبعا. تعالوا البرونوم بيرسونال وبتلخبط شويه في البرونوم بيرسونال وانا دايما انصح الطلبه بنصيحه صغيره جدا لو ما انتش حافظ الافعال وعارف ترجمتها يبقى دايما البرونوم بيرسونال 3 دي في سيل بورتوا هيكون صعب جدا بالنسبه لك. طيب ضمائر بتحل محل مفعول مباشر ما فيش قبله حرف جر وبيحددوا الفعل اللي بعده يعني الفعل اللي بعده اهم حاجه تبقى عارف الفعل اللي بعده الضمير ايه عشان تقدر تشتغل عليه. لولا لي وده هنشرحه باذن الله في حصه المراجعه والتكات اللي احنا هنديها لكم باذن الله اللي متابعيننا معانا باذن الله. وان برضو في ضمائر المفعول المباشر بيحل محل مفعول مباشر مصبوب باداه نكره او اداه تجزئه او عدد او ظرف كميه ماشي وخلي بالك العدد والكمية وأدوات النكرة ما هو العدد أن وإن بيعتبر أن وإن ده عدد روخ بيتكرروا في الجملة المثبتة يعني دايما أما أنا ألاقيهم كده أما ألاقي نقط وبعده الكلمة الفعل وفي عدد لوحده كده أو ظرف كمية مفيش بعدهم حاجة يبقى أنا هختار أو على طول.
طبعا الضمائر اللي هتحل محل مفعول غير مباشر هيكون عاقل الاول، وممكن يكون حيوان ما فيش مشكله، لوي طبعا للمفرد وليه للعاقل، ودايما مسبوقه بحرف الجر اه. اون طبعا مع كل الاسماء الغير عاقل المسبوقه بدو. اي حاجه غير عاقل، اي حاجه غير عاقل مسبوقه باي حرف جر ما عدا الدو، وكمان الشيء اللي بيجي عاقل معاها هتاخد الجرج على طول. ما تنساش طبعا ان اون لو جيت فعل من افعال الاكل او الشرب زي مونجي وبروندر وبوار، وخد معاهم فولوار واليا، واليا دي ثابته قوي خد بالك منها. واذا وجدنا في نهايه الكلمه، في نهايه الجمله، لان احنا سائلينها دلوقتي، عدد او كميه، عدد او ايه او كميه، افوار بيز وان دو، اليا طبعا اليا زي ما قلنا يعني على طول خدها ما فيهاش مشاكل. وطبعا خد معاهم فينير ياتي، وخد معاهم جوي مع الالات الموسيقيه خد بالك منها، وخد معاهم فيرب ديساندر مع وسائل المواصلات. يبقى انت كده لميت شويه حاجات مهمه قوي. وطبعا ما تنساش ان انت هناخد كمان معاهم نزود شويه في الافعال اللي هي بتاعه الاكل والشرب. طيب الوي والير احنا عارفين كويس قوي، الوي والير دي بتيجي معاقل وافعال مهمه قوي، اللي هو فيرب دوموندي وكونسييه ينصح، بروبوزيه يقترح، اوبير يطيع. وخلي بالك ان اوبير ده من الافعال الخادعه شويه، وروندر فيزيت ده فعل مهم جدا، ودير وتليفوناه وبارلي وانفوايه. وطبعا احنا خدنا افعال تانية زي لسي، زي اشاتي، زي لانسي، زي اكسبليكي، زي سورير الى اخره. بنختار الضمائر الشخصيه لو ولا ولي اذا كان بعدهم، اذا كان بعد النقط فعل بيدل على الميول. ها ما تنسوش الافعال دي حلوه جدا، ايمي وبريفيري وادوري وديتيستي. اذا كانت النقط في الجمله وقبل النقط في حرف جر، اختار دايما ضمير توكيد. لوي حرف جر يبقى ضمير توكيد ثابت، لوي للمفرد المذكر وقال للمفرد المؤنث، وقول جمع المذكر وقال لجمع المؤنث. لو لقيت طبعا جريج بيجي معاها دايما فعل من الافعال، فعل ذو ضميرين او اي فعل من الافعال دي، الير وفيفر وابيتير، طبعا ما انساش ان انا ممكن اخد معاهم فيرب باسيه، واخد معاهم فيرب بارتيسيبي يشارك، واخد معاهم كمان فيرب فيفري يعيش، وترافاييه يعمل، وممكن اتر كمان تبقى معانا لو كان بعدها غير عاقل. تعالوا ناخد سيمون كيب، ده فريق انا بشجعه، يبقى قال ابوستروف سيمونا دي مونا نو روندو فيزيتا. وخد بالك من كلمه روندو فيزيت دي عشان احيانا انا بتلخبط فيها، ازاي يجيب لك روندو ويجيب لك فيزيت على انها مصدر، فانت تقول ده فعل متصرف، يبقى الثاني في الايه؟ في المصدر. كويس، فخد بالك من الجمله دي عشان بتلخبط الطلبه شويه. ليه فري سان فري يعني الفاكهه بتكون طازجه، اي لون مانج بوكو بياكل منها كتير، طبعا هنا ده افعال من فعل اللي بياخد ادوات تجزئه فتبقى بالنسبه لي سهله. فوالا لو بروفيسور، ها هو المدرس. نو لوي بارلو دو ليكول، احنا بنكلمه نتحدث اليه، يبقى ده فيرب بارلي ومعاه عاقل. فوالا لو بروفيسور نو بارلو ديكول، خدناها. رقم خمسه بتقول لي بوم سون فريش يعني تفاح بيكون طازج، الاناشي دو كيلو اشترى منه 2 كيلو، في كميه او عدد خد قلنا على طول. منى اي جونتي، منى لطيفه، جيلوي اوفران كادو انا بقدم لها هديه، اقدم الى منى، فيرب اوفرير من ضمن الافعال اللي بتاخد حرف جر بعدها مع العاقل. فوالا مي زامي، ها هم اصدقائي، جي سورا فيك اه انا بخرج معاهم، حرف جر ثابت يبقى ارجع الاصدقاء، يبقى هناخد طبعا كلمه اه. تي فا شي لو دكتور، الوي جي في شي لوي انا رايح عنده. تي فا شي لو دكتور قلنا نو وي نو الو. فيرب الي خد قبله جريج، فيرب الي خد بعده جريج لو في ضمير شخصي، يبقى الي ده هو واضحه قوي. اليا لو في نقط ما بين الجريج والا خد اون زي ما قلنا، يعني ثبت دول عندك وبيبقوا سهلين قوي. Vous habitez en ville, oui, non, y habitons. على بيزوان دو ميديكامون، محتاج لدواء، يبقى اون طبعا مع بيزوان على طول ما بترددش. Vous avez besoin d'avion، انت بتخاف في الطائره، يبقى هنا هناخد الجريج. يبقى خد بالك من افوار بير، هل هي بتاخد دو مع الاسماء، ولا بتاخد اون مع وسائل المواصلات، ولا بتاخد دو ولا بتاخد دون مع الاماكن. احنا خدنا دو قلنا بيجي بعدها مصدر فعل. تعالى خد النيجاسيون النفي، والنيجاسيون واضح جدا عندنا، خد بالك منه. النيجاسيون
هو ني بلو لم يعد لما الاقي كلمه انكور في الجمله وبضيف لها كلمه اوتر اللي هي اخر. ني جامي توجور وبرفع وكلكو فون وسوفون وكوند وبضيف ليهم اي كلمه بتدل على الزمن زي كلمه ريرمو مثلا نادره. ني بيرسون كالكون او كي وبضيف ليهم اي اسم شخص موجود في الجمله او اي عاقل. نريا كلك شوز وكو وكوا واي اسم غير ايه عاقل عندنا في الجمله بختارهم على طول. ما تختارش ريا وبيرسون اذا كان بعد النقط محدد اداه معرفه او نكره صفه اشاره او ملكيه او دو خلاص تمام. تيكو نيمونا لا انا ما اعرفش حد يبقى بيرسون. فوزافي دو دوفوار يبقى نون افو افير. اما تلاقي كلمه افير ده بالذات خد ريا. فاتي انكور خدنا بلي عشان انكور. كو خدنا ريان. اكي خدنا ابيرسون. طبعا لو لقيت حرف جر وبعده النقط خد ريا او بيرسون غالبا بتبقى بيرسون لو كان في الجمله الاولانيه عاقل. توجو توجور كلوب انت بتلعب دايما في النادي. قال له نو جو ني جو جامي لا انا بلعبش هناك. لو متسا فيني يبقى بيرسون لان هنا عايده على المتسا وده عاقل. دو كوا يبقى خد ريا على طول. اليا كلك شوز برضه خد ريا عشان كلمه كلك شوز. كون يبقى خد جامي. هنا مارين دو مالوزيو اما بيبقى في دو استبعد ريان وبيرسون. اما بيبقى في دو استبعد ريان وايه وبيرسون واختار على طول بلي. جي ني كومبرون اون مات. لو في حرف جر يعني انا لا افهم شيئا في الرياضيات لكن لا افهم شيئا بس ما تنفعش. لا افهم مطلقا او ابدا او لم اعد افهم. خد بالك من معنى الجمله المعاني بتبقى مهمه قوي عندنا. لو تي افيني يعني الصيف انتهى. الفي بلي شو طبعا لم يعد حار. الحاجات اللي بتدل على الجو وخاصه احنا قلنا مع بعض الافعال اللي بتدل على سنساسيون الاحاسيس غالبا بياخد معاها ني بلي في النفي. الكومبراتيف بقى اللي هي الكومبراتيف المقارنه طبعا بلوكو واوسيكو ومونكو دي طبعا خد بالك منها قوي ان هي اكثر من ومساوي ليه واقل من بيجي بوسطهم ظرف او صفه. بليدو ومواندو واوتوندو بيجي بعدهم كو بيجي بعدهم اسم طبعا. الفعل بيجي بعده بليكو واوتون كو وكمان عندنا موان كو. بالنسبه لمقارنه الاسماء حرف الجر دو لا يضام. هتاخد بالك هنا كويس قوي من حته الصفه موضع المقارنه بتتغير على حسب نوع وعدد الفاعل الاولاني. الفاعل الايه الاولاني. Je mange autant de fruits. صفة موضع المقارنة زي ما قول لا روب اي بلي جولي فجولي هنا عايدة على لا روب. اما لو جاسي فخد بعضه مفرد مذكر. في حاجتين خد بالك منهم اما تلاقي فيرب اتر يبقى دايما خد اللي ما فيهوش دو. اما تلاقي اي فعل اخر فخد دايما اللي فيه دو عندنا. وتاكد برضه هل موجود صفة بعد النقط ولا قبل كو يعني هل موجود صفة ولا موجود اسم. ده بالنسبة للحاجات المهمة خد بالك منها. وما تنساش ان كلمة ميور اللي معناها افضل دايما بتيجي مع فيرب اتر. اما ميو معناها افضل او احسن برضو بتيجي مع فيرب ايه اي فعل اخر. جي مونج فروماج. فروماج دي اسم يبقى خد الحاجة اللي فيها دو. لفري سون فري كلمة فري دي صفة يبقى خد الحاجة اللي ما فيهاش دو. وركز قوي ان اوسي مع الصفة اما اوتو مع الاسم والايه والفعل. جي مونج اهو ما فيش كو خالص في الجمله فخدنا بلي كو على بعضها. الا شيت بلي دو بوم طبعا الدو هنا لا تتغير. لي جاتو سون بلي هاخد سكري صفه هنا ترجع على كلمه جاتو جمع مذكر. اما لي جاتو في فاصله في سي يبقى سي اختار صفه مفرد مذكر هناخد سكري. تعالوا ناخد الادفيرب دو كونتيتي اللي هي ظروف الكميه. يمكن التعبير عن الكميات غير المحدده وخلي بالك كلمه محدده لابد تبقى انت حافظها. كلمه محدده معناها كونتيتي الكميات بريسيز. اما كونتيتي ان بريسيز يعني كميات غير محدده لابد تبقى عارفها عشان في المواقف بتعدي علينا واكيد طبعا حلينا قبل كده حاجات زي كده. امبو دو قليل من واسي دو كافي وبكو دو كثير من وترو دو طبعا اكثر من اللازم وان جران نومبر دو. اما اقول جيمون جامبو دو جاتو يمكن حذف دو
لو انا مش محتاجها، لو ما فيش بعدها اسم قابل للعد او التجزئه، جي مونجي بوكو. اشترينا 200 جرام دو، طبعا كميه ايه محدده. الكوزين ام بو، ما تاخدش حاجه فيها دو بقى، لان هي جت لان الدو محتاجه اسم قابل للعد او التجزئه. المي ام بو دو، بعدها طبعا مون بير بوا اسي دو كافي. اليا بوكو دو ابوستروف هنا طبعا الى. انا شيت ان كيلو وبعدين دو بو. ما تنساش افعال الميول لما يجي بعدها بكو مش هتاخد دو، ده هتاخد اداه معرفه. لو افعال الميول موجوده بس لوحدها في الايه في الجمله. هناخد مع بعض بقى الاستفهام، بس نشوف دلوقتي احنا عملنا ايه. الاستفهام بقى هنكمل مع بعض. الاستفهام اسك معناها هل، والاجابه عنها تبقى وي او نو، واو معناها اين، دي او معناها من اين، ويكون دايما الاجابه عنها بمكان مصبوغ بحرف الجر دو. بار او برضو معناها عبر اين او باي مكان، وبيكون بقى الاجابه مكان مصبوغ بحرف الجر بار. كو معناها متى، معناها متى، وبتسأل عن الزمن عامة. أكلغ في أي سياق، وبتسأل عن زمن محدد ومصبوغ بحرف الجر أ أو فير. كومو معناها كيف، وبتسأل عن الاسم مع فيرب سابيلي، وبتسأل على الحالة أو الصحة وخاصة مع فيرب آلي وفيرب سي سونتي، وبتسأل كمان عن وسيلة المواصلات، وبتسأل عن الرأي لما بنقوله كومون تي تروف. كي معناها من لسؤال عن العاقل. كو معناها ما أو ماذا لسؤال عن مفعول مباشر ويكون غير عاقل. وكولا تأتي إلى في أول الجملة. أنكوا معناها من أي شيء لسؤال عن المادة الخام. كل معناها ما أو أي، ودي لها أشكال متعددة، وبتسأل دايما عن نوع الشيء. بوركوا معناها لماذا، وبتسأل عن السبب أو الهدف من الشيء، ودايما الإجابة عنها يا إما بكلمة كار زي الجملة كاملة معناها لأن، وبارسكو وبعدها جملة كاملة ومعناها لأن، أو بور زائد مصدر فعل ومعناها لكي. واحيانا اكوزدو جراس ا، واكوزدو معناها بسبب وجراس ا معناها بفضل، بس هي مش موجوده اساسا عندنا في المنهج، ولكن بنلاقوها. انكوا لسؤال عن الماده الخام معناها من اي شيء. اما كلمه كومبيا بيجي دايما او غالبا معاها فيرب كوتي، وبتسال عن السعر كم. كومبيان دو بتسال عن العدد او الكميه او المسافه الى اخره، ودو ثابت لا يتغير، ممكن يحذف منه الاو يبقى دو ابوستروف بس وخلاص. تعالوا نشوفوا اليمون. اليمون جمع مذكر، هناخد كالز الاخيره، هتبقى كالز اليمون. بواسون طبعا جمع مؤنث، هناخد كال. اما اكيب فمؤنث معناها فريق، هناخد كال. اما سيزون فجمع مؤنث، هناخد كال. بعدها ريسيت هناخد كل. وصفه بلا طبق طبعا ده مذكر. فوزافي بيزوان، ما بلاقي بيزوان باخد دوكوا. دوكوا مش متجاوبه دي، ممكن احنا نجاوبها او سب لنا حاجه نجاوبوها. ميرسي، واحد حاسس انه عامل حاجه كده. طيب رقم 8 بونس تي جي بونس اريان، طبعا اكوا الجمله واضحه قوي هنا. وبعدين بعدنا ام بيلوت يعني ايه، انكوا تي تي جوز يعني في اي شيء انت بتتنكر، فقال له في صيغه ايه طيار. تي ان دي موفيز امير هاخد بوركوا. كومبيان بتاخد دو. وبعدين تان ترين تي او جيمناس، فهنا مكان هناخد او. لو سؤال مثبت الاجابه عليه بتبقى وي للاثبات، نفس الكلام نفس المعنى، نو للخلاف او النفي. اما لو سؤال منفي فهتبقى الاجابه بالاثبات او نفس المعنى، نفس الكلام او نفس المعنى، بسي اللي هي معناها بلا، وشرحناها اكتر من مره مع بعض قبل كده، وقلنا دايما سي ما تتلخبطش فيها. لو نفس المعنى نفس الكلام خلاص خد سي، لو اتلخبطت شيل النفي وجاوب. لو طلع الاجابه بنعم ايوه يعني خلاص خد سي برضو. طبعا نو باخدها في حاله النفي او الاختلاف. إذا كان السؤال مثبت بنستخدم وي للرد بالقبول ونو للرد بالنافية. إذا كان السؤال منفي بنستخدم سي للرد بالقبول ونو للنافية. تيني مي با دو سيرفيتمون، أنت ألا ترتدي ترينج، فقال له سي جي مي أون سيرفيتمون. ملاحظ طبعا إن كان في النافي في دو، في الإثبات في أون طبعا. تيني في با دو سكالاد، ألا تمارس الإسكالاد، قال له سي جي في دو لاسكالاد، أنا بمارس الإسكالاد. في الجملة الأولانية طبعا اون نيم فا با او جيمناز، على نذهب إلى صالة الألعاب، فقالوا سي بلا اون فا او جيمناز. تي فا او سينما، أنت رايح السينما، قالوا جي في او سيرك، يبقى غير هنا بقى، يبقى ناخد نو. ال جو او فولي بول، فقالوا نو. اللي بعدها ال ني في با دو سكي، قالوا سي.
تي في دي فيلو، انت بتمارس الدرجات. فهنا طبعا الجملة مثبتة نفس الكلام، فهنقوله ايه؟ وي. تعالوا للتعبير عن الحالة الصحية او المرضية، بستخدم افوار مال ا، وحرف الجر ا بيتغير، يبقى او مع المذكر، ا لا مع المؤنث، لا بصرف مع العضو بحرف متحرك، او مع الجمع بنوعين. واحنا عارفين كويس قوي اما باجي اعمل جدولي واقول الاسماء المنتهيه باو فهي مؤنث اعضاء الجسم، ما عدا كلمه كود، كوع، وفونتر بطن، وفيزاج وجه، دول ثلاثه بينتهوا باو بس هما ايه؟ مذكر. اما الكلمات اللي ما بتنتهيش باو فهي كلها مذكر، ما عدا كلمتين ما بينتهوش باو اللي هي كلمه ما، يد، وكلمه دا سنه. طبعا هنا هو موزع لي عامل او مع المذكر، فونتر، ودو، براو، بيه، وجنو، الا مع جامب يعني ساق، وتات يعني راس، وما يعني يد اهي، وحاطط كلمه عين طبعا، وايبول كتف، وكلمه معده استومك. ايو طبعا عيون، والجمع بيبقى واضح قوي يا اما منتهي باس او اكس. بس انا اخد بالي من كلمه ظهر كويس قوي، كلمه زراع. ظهر يا جماعه دايما مفرد، اما كلمه زراع ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى ايه؟ جمع. فاخد بالي من الكلمه دي كويس قوي. التعبير اتر واجيب بعدها صفه، ما اقول جي سوي مالاد، جي سوي زان فورم، والي بعدها بيان او مال، وممكن كلمه ميو كمان، جو في بيان، انا بخير، الفا مال، اما اقول المال يبقى خد فيرب افوار، جي سوي تري بيان ميرسي، يبقى ولا في ولا ايه. طبعا هنا هناخد في، جي في تري بيان فيرب الير زائد كلمه بيان او كلمه مال او كلمه ميو. ال ان فورم يبقى خد اتر، يبقى سون، منى، امل، او فونتر طبعا البطن، واحنا قلنا البطن والكوع والايه والفيزاج اللي هو الوجه. علي، اتري مال، على ما، خد بالك من يد لانه بيجيب لك الكلمات اللي هي محيره، اللي هي مثلا في المذكر ما فيهاش او، في المذكر تلاقي فيها او، في المؤنث ما تلاقيش فيها او. نوزا فو مال، او جامب طبعا هنا جمع، دانيال امل، على تيت، عنده الم في الراس. طيب تعالى للتعبيرات، التعبير عن الشعور، ودي مهمة جدا. افوار فروا، وافوار شو، وافوار بير، وافوار فام، وافوار سواف، وافوار بزواندو. التعبيرات اللي بعد افوار لا تتغير، الاسماء اللي بعد افوار لا تتغير، خد بالك من الحتة دي كويس قوي. الاسماء دي بيجي قبلها فيرب افوار وما تتغيرش، لو جه اتر تتغير. منى فروا، ميكو با اون تري طبعا هناخد شو، لو بيبي سواف يعني بيشعر بالعطش، فهناخد طبعا ايه؟ للحديث عن حالة الطقس طبعا هناك اكثر من طريقة انا بتكلم بيها عن حالة الطقس. ممكن اقول اتر، ودايما هيجي بعده اسم بيدل على الجو، وخاصة طبعا كلمة الطقس والسماء، لوسيال ايبلي او كوفير، زرقاء او ملبدة. فيرب فير، وفير دايما يجي الفي، الفي شو او فروا او بو، الصفات هنا دايما مفرد مذكر، اليا بيجي بعدها اداة تجزئة زي دي اسم، اليا دولا بلوي. عند النفي مع اليا هنحوله طبعا الى دو او دو ابوستروف، هحاول ادوات التجزئة، اليا دولا بلوي، انيا با دو بلوي. طبعا تتحول ادوات التجزئه الى دو او دو ابوستروف في الثلاث حالات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، اللي هم في النافي وظرف كميه وصفه ايه جمع. لو تون خد فيرب اتر على طول اللي هو ايه، لكن ايه اللي لقيت بعدها صفه من صفات الجو خد في. اجوردوي اليا دو لابلوي، طبعا ان يابا دو نيج، لان هنا نيج اللي هي دو هنا عشان جمله منفيه، اجوردوي اليا دي سولي يعني يوجد شمس. المهام المنزليه، فيرب في بيجي بعده أداة معرفة مش تجزئة، ما عدا مع كلمة شوبينج طبعا، أو مع كلمة جارديناج. فير لولي يرتب السرير، فير لا فيسيل، فير لوميناج، فير لا كوزين، فير لاسبيراتير، متر لا تابل. هناخد بالنا من دول كويس، جيم فير لا فاسيل، ما مير في لا كوزين، ما سور في لولي. يبقى أنا واخد بالي من دول كويس عندنا. ما تنساش تري بيجي بعدها صفة أو ظرف، أما بكو بتيجي بعد الفعل. منى إيم بكو، دايما أفعال إيمير وبريفرير وأدورير وديستير خد بعدهم بكو. ساتيني إيه جولي، دي صفة يبقى خد قبلها تري.
الجو تري بيان، طبعا بيان هنا ظرف فخدنا تري. اهم الكلمات التي يمكن ان يسال عن نوعها مذكر او مؤنث في سؤال الاختيار. في اسماء مذكر زي سبور، بانيير، بارابلوي، وخد بالك من الكلمه دي كويس قوي، في يو فولون وكاس وبالون وامباري الى اخره من الكلمات اللي قدامك، بس ركز قوي على الكلمات المذكر اللي اخرها او. ركز على الكلمات المذكر اللي اخرها او، والكلمات مؤنث ما فيش في اخرها او، ماشي؟ فتاخد بالك منها كويس، وهي موجوده عندك اهي كلها، ها موجوده، وفكر في الجمله واقرا بتركيز. تعالوا نشوف يا جماعه الكلمات هتساعدنا على فهم الوثيقه. كلمه ميل، ايميل، والايميل احنا عارفين شكله، وانا عامل فيديو قبل كده ازاي تعرف الوثيقه هل هي ايميل ولا انكيت. وكلمة دوما غدا وابري دوما واير، الازمنة مهمة قوي لابد اكون عارفها، وجوردوي افو وابري قبل وبعد، لابد باخد بالي من الحتة دي. بريدو او اكس ابرو اكسيميتي اللي هي تقريبا حوالي، لواندو بعيد عن، على اليمين وعلى اليسار، في مواجهة، امامة وخلفة، والماضي والقادم، واقل من واكثر من، وسلمو معناها فقط، وغالبا كلمة سلمو دي بتديني بنسبة 90% ان الجملة غلط. طيب ركز كمان على كلمة سيليفي ينهض، وسي لافي وسي دوشي. لافير طبعا يعناه يستحم، وسي كوشي وسي بروموني وسي ريفي وسي ريبوسي لودون سي ترميني سي دي بشي كومونسي ريتورني رونتري دورمير ورستير وفينير ومتر لا تابل وبورتي وسابيير. وربيع بيبتدي من امتى لامتى، والصيف والخريف والشتاء. ما تنساش الافعال المهمه بتاعت الساتياسيون، مواقف، دير وديموندي وريبوندر واكسبريمي وانفورمي وسانفورمي وكونسيي وادريسي وانديكي. هنيجي بقى للوثائق هنا ونبدا نشتغل وثيقه كده بسرعه مع بعض، وهنكمل بقى الجزء الثاني باذن الله في الفيديو الجاي. لو ما تعرف في الصباح ماركوس ليفا سيزار، يعني مارك استيقظ الساعه 6، اريستو لي هو بقي في سرير، انكار دير ربع ساعه افون دو سوليفير قبل ان ينهض، طول ما تاكل صباح الكومونس بار سوليفا سي لافي لو فيزاج، هو بدا بغسيل وجهه افون دو بروندر ان دوش قبل ان ياخذ دوش على 6 غير الساعه 7، البرون سون بيتي دي جونير هو بيتناول الفطار، الدوا سي دي بيشيغ بو ني باترون ريتار دا ليكول، يعني يجب ان يسرع لكي يكون متاخرا في المدرسه، ابري سون ريبا بعد وجبته ريتورن على سال دو بان هو عاد الى الحمام، بورسي بروسيغ لدون لغسيل اسنانه، مارك رونج سو son lit avant de s'habiller، يعني مارك بيرتب سريره قبل ما يرتدي هدومه، دون سو شامبر في غرفته، إليا ان جيتار في جيتار، ان فيولون ان بيانو، إلى دور جوي دو لا جيتار اي دو فيولون، إل فا أو لوسي أو تير هو بيذهب للمدرسة الساعة 8، إل أبي كودامي عنده كثيرا من الأصدقاء، على ريكرياسيون في الفسحة، أديزير الساعة 10، سي زامي أليكس أصدقائه أليكس ونادر وبيير جو تنس بيلعبوا تنس، مارك نيم با لو سبور مارك ما بيحبش الرياضة، إل فا على بيبليوتيك هو بيروح المكتبة، أميدي الظهر سي لوغ دو ديجونيغ سيلف ده معاد الغداء في المطعم، مارك نيو مونج بابيكو مارك ما بياكلش كتير، لو ديجونيغ ني با فيني لو ديجونيغ سي تيرما 14 et tout le monde retourne en classe jusqu'à 17h، يعني ايه الغداء بينتهي الساعه 2 طبعا، والكل بيرجع للفصل بتاعه لحد الساعه 5، لا جورني اليوم نبا فيني لم ينتهي، بور مارك بالنسبه لمارك الدوار اونتري يجب ان يعود، شيلوي عنده بور فيرس دوفار عشان يعمل واجباته، كوندل فيني سي دوفار عندما ينهي واجباته، اليت سامير هو بيساعد والدته دونا كيزين في المطبخ، ايل ميل تابل بور ديناغ افيك سي بارون هو يرتب المائدة للعشاء مع والديه، الدورة دي زاغ دوسوار وبينام الساعة 10 مساء. الوثيقة دي بتصف اليوم الدراسي بتاع مارك، القطعة دي خدناها قبل كده، مين بيساعد في المطبخ يبقى مارك، مارك بيستيقظ الساعة 6 باين 6 سيزار، مارك بيكون طبعا احنا عارفين ان مارك تيميد خجول منظم، فين منظم بقى اردني، لا فامي دو مارك عيلة مارك برون لو دينا بتتناول العشاء لاميزون في المنزل، اي لا باسيون دو مارك الباسيون بتاعت مارك ناتاسيو سباحة ولا الموسيقى، الموسيقى طبعا هون بيحب الموسيقى،
طبعا دي قطع تانية هنحلها مع بعض بإذن الله كلها بكرة بإذن الله، نبدأ الحل فيها ونبدأ الحل في شغلنا بكرة بإذن الله في الفيديو الجاي بإذن الله. أرفاق.